خلينا في الدرب في دار الفيلاني حكايتنا راح تعجب والقعدة تحلاني خلينا في الدرب في دار الفيلاني حكايتنا راح تعجب والقعدة تحلاني اهلا قدور، اخبارك؟ شرابو نسبه؟ ايه عليا اذا ما حضرتش انا شكون يحضر؟ هي اكيد قاع ايا خلاص نا عليا عليا يعني نجيك في الموعد ان شاء الله ان شاء الله المقرب راني عندك. السلام عليكم. اهلا بك السبع. هذا ممكن يكلم فيا باباك؟ صح والله عم بالي بي رانا معروضين على العرس. عم بالي هيا وعلى بالك ذني يذبح باللي 10 ولا يذبح 15 يا وعم بالي انت اللي ما عم بالكش والله خلي حييت في الحمله انت اللي ما عم بالكش واش هكا انت اللي لازم تطلق الاخرى وقت تزوجوا هذا خلي نفضوا هذه وبعد نهضروا في الاخرى ماشي مشكل شوف المهم السباس بين اللحم والحمرا ما يعجبش ياسر انا وعيت لي قال لي تو نعيط له ونكبر بيه وكذا ويشكر فيك ومنا ماذا بك انت افهم قدرك وين فهم قدرك لازم انت ثاني تكبر بيه انا نكبر بيه انا والله يطرف غنحاسبك بين كد والله غنجد كلو كدو شي كدو هذه اسمع شوف نقولك حاجه اول حاجه شري لهم نعجه هذه اول حاجه هذه ما فيهاش نقاش عليا نعجه كيما كبر بيك حتى انت كبر بيه ونروح انا نقول السبع تاعي كبر بابا وكبر بدارنا وانا ديما نشكر فيك نديرو فيسه متهني عليا وعلى الاقل نشرو لها حاجه تاع ذهب اختي مسكينه ماشي دايره ذهب بيس دبلة دايره غير خيتم دبلة هذيك دبلة هو الخاتم خيتم معليش المهم خيتم زيدي وزيد لك تعرف مريتك حنونتك واش تحتاج خلص حق الحفاف حق الحمام خلاص راني عارف تبع العرس راني عارف وقعتي راني عارف ما كليتها تحكي اسمع ولازمتني روبا نايلي جديده عندنا اللي يفتبسها ما يلبسوش النايلي لازمني نخرج بوحده لاه لا 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 تخرجي بالنايلي راني راك هنا في ولاد نايل تخرجي بالنايلي صحيت صحيت بالي بك تشري لي غير جديد روحي دير لي في نيجي القهوه وروحي هيا من عينيا هيا روحي هيا باهي صحيتي انا والله رايح نتورط انا قاعدين على جال عظام الحمر رايح نخلص نعجه وخاتم ومش عارف شنو حفافه انا ما يسلكني من الحيام غير بسليم لازمني نكلموني لازمني نكلموني بسليم حتى الطول ديال الرونفو بصح لازمني الو اهلا بسليم اخبارك والله مقل العافيه يا بن سليم ما نكثر وما نقلو راني طايح في واحد المشكل كبير وما تسلكني منه غنت صحيت ربي لا لا ذرك ذرك اسفاني ذرك ماذا بيك هيا صح ربي يحفظك ذرك كان ينسنى بيك هيا صح 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 قرب قرب يا بن سليم قرب لك خير ليك مش عارف عزيز لاباس الحمد لله وشحال الحال لاباس والله غير العافيه الحمد لله بارك يا زينة والله قاعد اللي ما تشوف الحمد لله يعطيك الخير وراك انت تعيش وراك مش بينك هاني قاعد هنا في الدار زقاق دار اللي كول هذيك يا السلام عليك وعليك السلام اهلا بك مرحبا زيد لي زيد اخرج 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 تكون قهوه لا قهوه ما شاء الله نبيها عندنا واش راك بسليم لاباس الحمد لله راك عيطت لي حركت عليا التليفون يا ودي يا بن سليم راني وقعت في واحد المشكل قال لك الكرش هذه توصل جهنم والله ما مقالطين بيت طيح في جهنم والله قد طيح في جهنم الكرش حق قالوها حقيقه انا الحق عرضني نسيبي افهم زين الحكايه بها تخطط لي زين انا عرضني نسيبي ايوه بوي المراه نعم بوي المدمره مش المراه بوي المدمره عرضني
هي كيعرضني على عرس خوت المرا تاعي. شوف شوف هاي شوف شوف ما تقوليش كبر بيك. كبر بيا يا حمار. نعرفها نعرف راني نعرف ديك ال هي كبر بيا المرا واش جات لي عندي المراه ذيبه والله قذيبه قلت له نعجه اسيدي والله قرات نقول حاضر معايا تا ولا شنو هو قالت لي ندولو نعجه هذه راه صايره عندنا وراها عندنا كل صايرك وخاتم خاتم من الكبير قالت لك القليظ عندها الحق ايه ونروح للحفافه انا ينعلبوا ذي العرضه دات فلسك ذي اللي نروح ناكل عظم ونخسر نعجه خسرنا هنشري عظم نشري طريه بالدجاج صاير الدجاج وناكل بداري خير ايه بنت سليم ذاك كان نسمع قلت عليا عادي قاعد هي قول عدك كان يعرفها عنك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم القى ناسيين عرضوا هنا عدك ايه ونحسوا هناك ساعتين نقول له ابوي هاكيت ها فيها ها مرتك فيها ها فيها وش عليها ترى عندها تاخذ درويشه ولا حاذقه ايه راكي تضربوا بالدرويشه ولا حاذقه تتعمر بيتك ولا تخليها الى عينك في عماره البيت ماهيش هذه والا كانت خليها وتلبيت لا اتقدم معناها نذملوا المراه ولا شنو ابليني هو لا لا نذم مرتي انا هو هذا تعمل ما انا طايق تدي نعجه لا لا والله هي النعجه ما نديها نذم مرتي وما نديش النعجه الا كان يمرق عيط له يجي ويقول له ذي الحديث يمروه ندبروه ساهم مو في مشكل عيط له ونشوفوا حكايه هاي هذه فكره اخمس عليه قرب يا شيخ محمد قرب لك زارتنا بركه ربي يحفظك ان شاء الله راني فارح بالوينك ربي يحفظك ان شاء الله بلا مزيه بلا مزيه بلا مزيه ربي يخليك نعرفك بالشيخ هذا راه بن سليم جاري الله يبارك الله يبارك ويا بن سليم هذا راه محمد نسيبي جديد الله يبارك الله يبارك انا حكيت عليه الله يبارك فيك ايه راجل طيب الله يطيب والله خرج راجل طيب يطيب عيشك وعيشه ايه وعلى كل حال يا شيخ محمد حنا رانا جبناك على مقصد واش هو شيخ فيدي انا نقول نسقسيك يا بن سليم سقسي بن سليم قبل اسمح لي كاش نهار شربت عندي قهوه والله ما ذقتها كاش نهار كليت عندي والله ما قطعت لي كاش نهار شفتني درت موجبه ابدا لا تعرفها شو كل سلام نص الفنجان ما يخرج ابدا ابدا والكرام ذا يقولون سي مني انا يقولون سي يقولون سي اه نعم شوف انا جاي نحط لك حديثه تاع خو الله يسمع فيك معليش المراه اللي راك خطبتها ايه يا مبيوع يا ميكوع رد بالك تهلا فيها تهلا فيها يا ودي مش تتهلا فيها شوف درويش ياهو يا تديرها مكسره يا تديرها مدقدقه وش بيها ما تخدمش يا كل ما تعجنش ما المردود ما تعرفوش الطعام والله ما كسكس البقرير والله ما تعرفه المقروط يجود والله ما والله ما ترحيه قالوا لي لاباس بيها وين لقيت لاباس بيها دار لاباس بيها مش معوقه بس على قد ما كان تاخذ راي في اللي عاد اختي والله ما بي حسن راه اخويتها عدو راه اخوتها عدي والله يا دار قاتلك تهزوبيا والله يوم دخلت الاول نشم ريحه الهم الصوابي الصوابي نجيب لها بالبرويطه انا نحكي لك على المراه تاعي يا ودي مش نحكي على الاخرى ها والله ما توصلنيش نكذب والله خا جايب لها ماشينه اقسم بالله قد تربط واقيله 33 كيلو والله ما قدرت تضرب لها بقال بلا وتروح والله ما تغسلهم نلقاهم معرمين هاك ودوش مليوحين تابعه اختها هذه شتي تزوج الان مخلوق ديرها تابعه خيتها وانت دير رايك قالوا لي لاباس به يا ودي راك مهموم قالوا لاباس به حنا نصحناك على كل حال راه مكسرك باه ما تقولش من بعد راه ما قروا بي ودينا تزوجني يا تركي باه تزوجت تزوج الاخضر ولا اليابس ما تعرف والو انت ولا خا مهمورتي واش دون نقول لك انا في دار يا ودي انا ما قول لي مبطل واش مبطل راه نعجب اللعب يا ترى لي على بن سليم خطير تسمع مني سير ولا قال لك مكسرك واش تاخذ كسره والله قام كسر دور على الحذاقه تا ولا عيش يا حاجه الحذاقه ما فيهاش والو والله ما فيها اجيح من مرتي امريش من امريش هاو قلت لها كيما راكم هضرتوا لي هاك انا واقيلا بطل 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 حبي تسنى والله بطل بطل خلاص لا صح الحمد لله بطل وانا شني يزوجوا لك انا زوجو انا زوجو يزوجوا لك عضاده ما ترقى راه الخدمه لا حي خلاص الفيلاني بطل خلاص بطل بطل الفيلاني راه جديد بالعافيه ان شاء الله هذه صوالح بطل انا خلاص اقضي صوالحك ربي يحفظك يا ترك انسان الله يبارك ما شاء الله يا بوكس الله يبارك عريف نعناع وجاي للدنيا الزين جاي للدنيا تاخذ تخبط فلان ربي يحفظك جاي خط المراه تاعي المره مدت تاخذ وياه وانا وين على درويش لا ودي والله ما كنت نسخيل كاكا يا الفيلاني والله يا لو انك ما يقولك ما نعرفهاش الفيلاني وش بيك تبكي وش بيك وش كاين ها ليلى ها بركي بركي ما تمسخري بينا انت كيف هذه بطل العرس هيا بركي مثبته محمد جاي قال لكم انا مانيش حنزوجها لعل حب ياجل لعلك شما عندهم في دار خلاص خلاص
زعما غدوة الكبش ما فيهاش. هالو هالو كوبيت. بصح واحد النعجة واحد النعجة يا وتالي تتوالي إذا ما وزنتش قنطار وعشرين استغفر الله يا ربي وخلا توصليني نكذب. وش نديروا بها يعني؟ فتها في ديروها لي في الباش باه يدوها مش عارف المدينة باه نجيبوها هنايا ما صبنا لهاش ولا نقدروا خليها حتى النهار العرس. أول مرة في حياتك تنوي تدير حاجة تكبر بروحك قدام دار راح كلش فسد كلش. شو راح كلش؟ ابطل العرس هني على روحك. العرس ابطل تاع لا تشري نعجة لا كوافيرة لا قولي ولا غبطه سمك في راسك. اول مره تزين النيه وجه الشر في دارنا وجه شر العريس وجه الشر عرفته انا والله عرفته باين وجه نحس. يا ولدي انت هو المنحوس. اول مره تزين نيتك تشري نعجه خلاص هذيك النعجه نروح نديروا بها الوعده في سنة سنة نروح نقول له بطلت انا من هالنعجه. شي بطلت ذي ها ندسوها لا 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 والله ما تاكليها كاع. قرب لي ناسي تقرب في دار الفيداني ريتنا راه تعجب مروبة. شوف الشحم يبطر يبطر تمشي وتبطر ندوها. حوش بي عمار تعودين لعبدوها. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هنا هنا.